إحساس بالسعادة خيالي، يعني أنا عاشقة للمية، مش إن أنا بس بشوفها، لا 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 لا، ده المية عندي بتعملي سحر في شخصيتي وفي سعادتي وكلامي وحركتي، كله حاجة غريبة. معرفش إيه اللي بيحصل لي بصراحة. مواليد 1 يناير سنة 43، دايما بقول إن أنا ما كانش ليا يد في اختيار رياضة السباحة. من وأنا عمري 4 سنوات وأنا بعوم، حسيت بيها، تفوقت فيها لما دخلت في النادي هنا وأخذت بطولات فردية كتير. يكون حد جنبي قوي أقدر أغلبه، هو يغلبني، ده كان عشق بقى عندي وفضل مستمر لغاية دلوقتي. رجعت على سن تقريبا 60 سنة، بدأتوا هنا يعملوا حاجة اسمها بطولات الأساتذة، وبطولات الأساتذة دي الحقيقة كانت روعة، وبالنسبة لي كان مدخل جميل جدا جدا للاشتراك في البطولات. بطولات الأساتذة دي لها نفس النظام بتاع العمومي، اللي هي البطولات الجمهورية والبطولات الدولية وأيضا البطولات العالمية، وأنا كنت منتظرة كلمة البطولة العالمية، لأن ده حلمي من وأنا عمري 14 سنة إن أنا أشترك في بطولة عالمية وأمثل بلدي في الخارج. ما شاء الله الله أكبر، يعني ما كنتش بلاقي صعوبة نهائي، لأن أنا استغربت جدا الفيتنس بتاعي زي ما هو. طبعا مع التمرين بقى رجعت تاني لأسلوب التمرين بتاعي وأنا جونيور، فما كنتش، أنا ما عنديش استهانة بحاجة، الحاجة تتعمل صح عشان كده بتوصل. أول بطولة عالم أشترك فيها كان عمري 67 سنة، تصدق دي؟ يعني اللي عمره 60 سنة ولا 5 قلت له يا ابني حبيبي أنت لسه قدامك مشوار، ده لأ والله 67 سنة أول مرة أدخل في بطولة عالم. فين؟ في جوتنبرغ في السويد. أما كلامي دلوقتي لحضراتكم السيدات كلكم يعني حبايبي جدا، فأنا عمري داخل على 81 سنة وحضراتكم شايفيني أهو الحمد لله. مش عايزة حد من ولادي يجي يقول لي يلا تعالي وكلي لي، تعالي شربي، تعالي هاتي لي، لا، عشان أتفادى هذا الشيء. أنا كأم شارية سنين من عمري من فترة، فبحافظ على التغذية السليمة والمجهود عشان الوقت ده، ما فيش حاجة اسمها فاتت الأيام، ما فاتتش ولا حاجة، ده مثل أنا قدام حضراتكم وشايفيني كمثل أهو. فأرجو أن أنا أكون يعني أديت النموذج الجيد لحضراتكم جميعاً.